حياكم الله وأهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. لازالت خطوة شركات مواقع التواصل الاجتماعي بحظر حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثير موجة انتقادات دولية حادة. لحوار اليوم معنا من واشنطن أستاذ القانون الدولي الدكتور ناصر فياض، من لندن أستاذ الإعلام السياسي الدكتور مكرم خوري مخول، ومن لندن أيضا خبير تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي إياد بركات. مرحبا بكم جميعا ضيوف برنامج بالتفاصيل لهذا اليوم وحياكم الله. دكتور مكرم، في هذا السياق في إطار الخطوات لوسائل التواصل الاجتماعي لإيقاف حسابات الرئيس الأمريكي في هذا السياق، ما الإطار المحدد لهذه الخطوة، وهل لها الحق في أن توقف حسابات الرئيس الأمريكي؟ مساء الخير أستاذ محمد، لك وللضيفين الكريمين. هناك منظومات فلسفية سياسية بما في ذلك طبعا فحوى أبعاد قانونية لكل هذه الإجراءات التي تتخذها وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعود إلى نصوص فلسفية قديمة من نيتشه وجون ستيوارت ميل وكل موضوع الحرية. أعتقد أن هناك نوع من اللغط بين مسألتين مهمتين لأنهما منهجتين مختلفتين. الأولى هي حرية التعبير عن الرأي، وقال لنا منذ 3 قرون جون ستيوارت ميل أن حريتك تنتهي عندما تبدأ بالتعدي على حرية الآخرين أو المساس بها. هذا واحد، ولكن هناك شيء ثاني لا يتعلق بحرية التعبير عن الرأي، وهو يتعلق بكل ما يتعلق بالسلم المجتمعي وبأمن الدولة أو أمن الإطار الجغرافي السياسي السيادي الذي يعيش به كل إنسان أو الشركات التي توفر منصات التواصل الاجتماعي. رأينا أنه عندما كان ترامب يتكلم عن نتائج الانتخابات، كانت هذه الوسائل أو مدراء أو أصحاب هذه الوسائل متسامحة معه ولم تعترض كثيرا على كل ما جاء بأقواله في إطار احترام حرية التعبير عن الرأي. ولكن عندما بدأ ترامب يستعمل وبشكل ذكي على فكرة ما يسمى بالإعلام السياسي بالخطاب المزدوج الدبل سبيتش، أي أنه يتكلم بشكل يتلاعب بالأوصاف والنداءات في خطابه السياسي، إذ يفهم وفهم أن في خطابه نداء على التحريض للتمرد واستعمال العنف. هنا أيضا لم توقفه تويتر عن إجراء أو إدارة حساباته. متى أوقفته تويتر وبقية الوسائل؟ أوقفته عندما رأت على الأرض أن هناك عنف ودماء تسيل وقتلى يرمون بالرصاص. عندها تدخلت هذه الوسائل وأوقفت هذه الحسابات، لأنها اعتبرت أن في هذا الخطاب كراهية وتحريض على القتل، وهذا يقع في الإطار القانوني لأمريكا التي تمنع التحريض على العنف. وسأنهي هنا أستاذ محمد بالقول أن وسائل الإعلام كلها بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن امتداد مجتمعي إنساني، ولا يمكن الفصل بينها لأنها يعني يتلاعب دكتور بها. أنت ذكرت قبل قليل مفهوم الحرية، من الذي يمكن أن يضلع بتعريف هذا المفهوم؟ هل هي فقط هذه الشركات، شركات وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما الهامش المسموح لها في تعريف هذا المصطلح؟ لا طبعا ليست هذه الشركات، لأنه هناك هذه الشركات تعمل وفقا للقانون في هذه الحالة، وفقا للقانون الأمريكي الذي بالتأكيد يمنع على التحريض على العنف وعلى القتل. وأيضا تويتر تراعي جميع القوانين في جميع الدول التي تعمل بها.
أنت ترى أن تويتر تراجعت في عدة دول، بما في ذلك مثلا على سبيل الاحتلال، على سبيل المثال في فلسطين أو إسرائيل. نعم. فهذه مسألة مهمة جدا. طيب، وصلت أن الفكرة. تويتر تعمل في إطار اجتماعي سياسي قانوني للدولة التي تهمها هذه المسألة أو الأخرى، وبالتالي طيب. في سنفصل أمريكا في هذا كان عليها السياق دكتور مكرم حسابات الرئيس. نقرأ أيضا في سياق الانتقادات الأوروبية الحادة والواسعة لهذه الخطوة. أمضي إلى الدكتور مكرم، كيف تفسر هذه الموجة الأوروبية والانتقادات التي طالت هذه الشركات؟ أعتقد أننا يجب ألا نخلط بين أمرين أستاذ محمد. الأمر الأول هو أن هناك لدينا تكنولوجيا، والثاني أن هناك أصحاب حسابات بشر، أنت وأنا ونحن جميعا نستعمل هذه الحسابات على هذه الوسائل التكنولوجية. ومن ناحية ثالثة هناك المتلقي. لا يمكن أن نخلط بين هذه الشركات، شركات التواصل الاجتماعي التي هي ليست هيئة تشريعية. التشريع والقانون تابع للدولة، ولا يمكن أن يعلو صوت هذه المنصات وإن كان لديها نظام عمل داخلي على القانون، قانون الدولة. ولذلك فهناك طبعا انتقادات بما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن وأمن الدولة وعدم استعمال العنف. يعني تنتهي حرية التعبير عن الرأي عندما تبدأ إراقة الدماء أو قبل ذلك بسنتيمتر. وبالتالي فعلينا القول أنه ليس من المهم إن كان هناك التحريض على منصات أو منابر المعابد الدينية أو في الشوارع أو في الأندية أو على الفضائيات أو في وسائل التواصل الاجتماعي. المهم أن هناك تحريض، فقد تأتي الشرطة وتعتقل رجل دين من معبد ديني لأنه حرض بدون علاقة لوسائل التواصل الاجتماعية. وإذا كان استعمل وسائل التواصل الاجتماعية فبالتأكيد ستأتي وتعتقله أو تغلق حسابه على الأقل. وبالتالي فإن الوسيلة ليست هي المتهمة، أي ليست التكنولوجيا، الرسالة هي الأهم، والرسالة هي الوسيلة، وليست الوسيلة هي الرسالة. نعم دكتور مكرم، عندما أغلقت على سبيل المثال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لوسائل إعلام روسية، لم نسمع هذه الموجة الحادة من الانتقادات الأوروبية. إلى أي حد يمثل ما نشهده الآن من هذه الخطوات التي قامت بها شركات مواقع التواصل الاجتماعي ضربة للقيم، قيم الديمقراطية، قيم الحرية، فضاء حرية التعبير، هذا الفضاء الواسع، يمثل ضربة لهذه القيم التي ينادي بها الغرب؟ لنبدأ أستاذ محمد بالتذكير أن كل الإنترنت تأسس في أمريكا، وتأسس لسببين: السبب الأول لخدمة الأمن والجيش الأمريكي، والسبب الثاني لدر الأرباح التجارية. هكذا بدأ الإنترنت، إذن بدأ للسيطرة المخابراتية العسكرية على المجتمعات الدولية من ناحية، ومن ناحية أخرى لدر الأرباح. وبدأوا طبعا بالترويج بحملات بروباغندا على أنهم يحافظون على المنظومة القيمية الديمقراطية للعالم ويفسحون المجال لحرية التعبير عن الرأي. بالأحرى هذه الحملات، حملات الحديث على الوسائل أو بالأحرى على حملات الدعاية، هي بنفسها حملات بروباغندا لأنها خدعة بصرية. وحضرتك ذكرت عندما تعلق الموضوع ب يعني كبح جماح قاب قوسين أو إسكات وسائل الإعلام الروسية، لم يتحدث أحد، وهناك طبعا إسكات وكم أفواه لشعوب ودول أخرى لأنها تعارض سياسات أمريكا. إذن أنا لا أعتقد أنه ممكن على الإطلاق
تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي عالميا، ممكن جدا في بعض الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان العالمية، يعني ما يسمى بال International Human Rights Law أو International Human Rights، ممكن بشكل عام ولكن ضبابي، ولكن لا يمكن تنظيم عمل هذه الوسائل لأنها تخضع لقوانين دول معينة، وبالتالي فهي تخدم بالأساس أمريكا والشركات الأمريكية، وبالتالي فهي عبارة عن خدعة بصرية للتجسس على المجموعات البشرية في غالبية الدول. من لندن أستاذ الإعلام السياسي الدكتور مكرم خوري مخول، شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام على كل هذه التحليلات. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وهذه تحية وإلى اللقاء.